اتقوا الله عباد الله، هذا هو شهر رمضان قدم عليكم وهو بين أيديكم، وقد مكن الله لكم من استغلاله بالخير، فلا تضيعوه كما ضيعتم غيره، لعل الله أن يختم لكم بصالح الأعمال، لعل الله أن يجعل هذا الشهر موقظا لكم في بقية العمر، لعل هذا الشهر أن ينالكم من خيراته وبركاته ما لا تحتسبون.